الشيخ صالح هذا الجهل بأحكام الطهارة رغم أن كثيرا من العبادات ينبني عليها، ما سببه؟ أهو لإعراض وسائل التعليم عنه أو لإعراض وسائل الإعلام، أو ما هو السبب في نظركم؟ جزاكم الله خيرا. لعدة أسباب. أولا أن طلبة العلم هداهم الله مقصرون في تعليم الناس وبيان الأحكام الشرعية لهم، وهذا واجب عليهم، خصوصا من يعملون في سلك الدعوة، فإن أهم الدعوة تعليم الناس أمور عباداتهم وأحكام دينهم، ولا تقتصر الدعوة على مجرد الوعظ فقط أو الكلام الذي لا يستفيد منه الناس ولا يحتاجون إليه، وإنما صلب الدعوة وأصلها تعليم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب لما أعطاه الراية يوم خيبر، قال له انفل على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فما يكفي الدعاء المجرد الإسلام والدعوة إلى الإسلام عموما دون أن يشرح لهم الإسلام وما يتطلب منهم وما يجب عليهم وما يشترط للعبادات. هذا هو صلب الدعوة وأصل الدعوة. هذا من ناحية. والناحية الثانية إعراض الكثير من الناس عن التعلم وعن الإصغاء إلى الدعاة والمرشدين، فالإعراض هو الذي سبب لهم هذا الجهل والبقاء في هذا الجهل العظيم. فالواجب على المسلمين على العلماء أن يعلموا، والواجب على الجهال أن يتعلموا ويسألوا، وبذلك يزول الجهل بإذن الله عز وجل. نعم.